معاكم وماشيين لبن عروس مع زميلتنا لبنى بدا. لبنى صباح النور من جديد. صباح النور منال، صباح اهلا النور من وسهلا. جديد، صباح النور للناس اللي تسمع فينا، الكل المركز اللي خلينا نقوله الثاني والاكبر زاده في بن عروس، اللي هو مركز نهج القروان اللي نحن موجودين فيه، اللي تقريبا الصوره لا تختلف كثيرا على مركز مجرين، اكثر من 5000 مسجل في المركز هذايا. كما قلنا فتح منذ 8 صباحا حتى للسادسة مساء، وفي حوارنا مع سي محمد طاهر بن عيسى اللي هو مساعد اول رئيس المركز يقول لنا انه معناتها خلينا نقولوا التوانسه اللي قاعدين يتوافدوا على المركز هذايا معناتها النسبه تعتبر ضعيفه بطبيعه، ديما ناكدوا راهو النتائج الاوليه بالنسبه لمراكز الاقتراع اللي نحن باش نواجهوا لهم بدايه تقريبا صوره تضح بدايه من العاشره صباحا، لكن تحديدا اللي لاحظوا انه كما نعرفوا منال الصوره العاديه نتاع نهار الاحد انه الصباح يكون مخفف، معناتها المسنين يقوموا اكثر، كبار السن يقوموا معناتها بكري اكثر من الكهول والشباب. قال لنا اللي سنة لاحظ حتى الصوره نتاع المسنين اللي يقبلوا على مراكز الاقتراع اللي في العهد المعروف بها كل الانتخابات راهي تعتبر ضعيفه، وضعيفه جدا مقارنه بنفس التوقيت من الانتخابات الفارطه. بدورنا زاد شفنا انه فما نوعا ما زاد مسنين قاعدين يجيو ديما يقولوا اقل رغم الانتخابات الفارطه مقارنه ووفق تصريح المساعد الاول للمركز، لكن فما زاد مساعدات قاعده تقدم من اعضاء الهيئه الفرعيه للانتخابات للمسنين هذوما. شفنا اللي ما يعرفش الرقم قاعدين يحاولوا يساعدوا فيهم، يقول لنا باش العمليه تتعدى سلسه اكثر داخل مكتب الاقتراع وين الناخب باش يقوم ينخب. قال لي معناتها ماذا بينا دقيقتين ثلاثه يقوم بالعمليه الانتخاب نتاعو ويغادر المركز. موجودين منال في المركز هذا ملاحظين نتاع المترشحين، زوز ملاحظين للمترشحين اللي بدورهم حتى التوا بالتنسيق مع الهيئة الفرعية للانتخابات ما فماش إخلالات رصدت. محيط المركز ديما مؤكد أنه مؤمن من الجيش الوطني ومؤمن زادة من وحدات التدخل. عملية سير العملية الانتخابية حتى التوا بطريقة سلسة، لا وجود لإخلالات، لكن في المقابل تأكيد من قبل اللي تحاورنا معهم أنه الإقبال نوعا ما يعتبر حتى للساعة هذه محتشم. واضح. دونك هذايا بالنسبه لمركز بن عروس، المركز الاكبر في ولايه بن عروس. نذكروا انه زميلتنا لبنى بدا متواجده في ولايه تونس الكبرى اليوم اصبح في تغطيه خاصه لعمليه الانتخاب. نذكروا اللي اكسبريس افام باش تكون في متابعه وفي برمجه خاصه لاقتراع ولعمليات الاقتراع الانتخابات الأعضاء مجالس المحلية على طول النهار باش نكونوا حاضرين معاكم. بالنسبة لمراكز ومكاتب الاقتراع فتحت أبوابها على الساعة 8 وتتواصل إلى حدود الساعة 6 مساء وين تغلق في كافة تراب الجمهورية دون استثناء، ما فماش استثناءات بالنسبه للمراكز والمكاتب هذه. نذكروا انه جوستومون كانت عندنا جوله في مدنين، مشينا زاده كيف كيف الى مجرين، مشينا لبن عروس، حاولنا ان نكونوا في مختلف الولايات زاده كيف كيف مع زميلتنا امال الهني في النقاط الاخباريه. دايوغ بعد شويه ان شاء الله باش يكون لكم موعد جديد مع الاخبار في اكسبريس اف ام. ونذكروا انه بالنسبه للنتائج الاوليه لنسب الاقتراع ونسب الاقبال على مراكز الاقتراع باش تكون بعد العشره نتاع الصباح، مع اعلان مؤنه اولى الندوات الصحفيه بخصوص هذايا من قبل ليزي الهيئه العليا المستقله للانتخابات باش تكون على الساعه الواحده ونصف بعد الزوال باش تكون في المركز الاعلامي بالقبة. دونك en attendant certainement il va y avoir quelques déclarations من عند أعضاء الهيئة من غادي مباشرة من المركز الإعلامي مع زميلتنا هاجر بوجمعة. دايوغ نرجعو لها بعد شوية إن شاء الله ونشوفوا شو فما جديد في المركز الإعلامي. خليكم على ليكوت، مازلنا مواصلين في تخطيطنا الخاصة على راديو إكسبريس اف ام.